طهات متطوعون في العاصمة الجزائرية يحضرون وجبات الطعام لتوزيعها على الأسر المحتاجة طوال شهر رمضان الكريم. عمل تطوعي بإشراف جمعيات خيرية دأبت على تنظيم موائد إفطار كبيرة، غير أن انتشار فيروس كورونا منع التجمعات، فقررت الجمعيات إيصال الطعام إلى منازل الفقراء والمرضى ومن فقدوا وظائفهم بسبب الإغلاق. اللي ما يقدروش يطيبوا الفقراء المساكين، اذا احنا ندوا لهم حتى لعندهم. كانت اجي تفطر، دوكا نجيبوا لك تفطر. يقول العاملون في مؤسسة ناس الخير الخيرية إنهم يوزعون أكثر من 1000 وجبة يومياً من خلال هذه المبادرة، مبادرة تهدف أيضاً إلى تشجيع الناس على الالتزام بالتدابير الصحية الاحترازية. احنا ماذا بينا كاع نعاونوا خاوتنا ثاني صغار اللي مع هذا المرض، هذا الوباء اللي جاوا ما قدروش يخدموا، خاطر كاين الناس مساكن ما تخدم الشهر ما تخلص الشهر. بنك الطعام الجزائري من جهته أفاد بأن عبوات الطعام وصلت إلى 19,000 أسرة منذ بداية شهر رمضان. مخلاش نديرو بلا كولكت وبالإعانة تاع الناس والجمعيات الخيرية، نجمعوهم نديروهم كامل في لي كارتون هادوما ونروحو توزيع هاد المواد الغذائية في العائلات هاد المحتاجة في شهر رمضان. زميلها عمار يوضح أن عملهم التطوعي لا ينحصر على سكان العاصمة فحسب، بل تستفيد منه عائلات على المستوى الوطني بالتعاون مع جمعيات أخرى في شبكة ألجيريا فود بانك.